ولسه القعدة الحلوة مكملة مع دكتور أشرف زكي وروجينا حبايبي. بس دلوقتي بقى عايزين نلعبكم لعبة، تمام؟ انتوا ما شاء الله علاقة طويلة الأمد متينة جامدة، فاحنا لازم نختبر العلاقة دي عشان نطمن على مستقبلكم الأسري، أوكي؟ فأنت هتاخدي البورد الحلوة دي. أيوه ماشي؟ والقلم الجميل ده. أيوة. ومعاكي أستكتك في إيدي. أيوه اللي يقولك غششيني عوري. هسألك سؤال يا دكتور أشرف، وأنت تكتب الإجابة وأنت يا روجي في نفس الوقت من غير ما تبص لبعض ومن غير ما تغش. ونفس الموضوع مادي هيسأل روجينا سؤال وبرضه تكتبه، ونشوف مدى التوافق ما بينكم في إن الإجابات تبقى واحدة قد إيه. ماشي؟ كويس. اسمك إيه؟ أول سؤال لدكتور أشرف، قولي اسم مراتك إيه؟ لا. إيه أكتر حاجة روجينا بتضيع عليها فلوسها؟ ماشي وريني عادي أنا معاكي. مش خلاص؟ يلا نلف سوا مع بعضينا، واحد اتنين تلاتة، لفوا للكاميرا. نفس الموضوع نفس الموضوع. تعدي صاحبتك. تعدي تعدي يعني، ما هو كل واحد مكياج مع اللبس. ماشي. أيوة. وقت عشان روجينا حبيبتي. أيوة يا نفس المنطقة. مش هقدر مرة واحدة بس. ها ماشي. ركزوا. ماشي. سؤالي لروجينا. يا دي النيلة. دكتور أشرف معاه كام في محفظته دلوقتي؟ في محفظة أصلا؟ ماشي. يا خلصتوا؟ بقول لك ايه؟ ما تضيعناش قدام الناس. لا لا. خلاص؟ يلا. ها. واحد اتنين تلاتة لف. لا. انت كتبتي ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة. جوزي كتب 1000 جنيه. جوزي شال محفظة يعني فترة متقدمة جدا 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 وما بيحبش الفلوس. طب هو شايلها بس واضح ان هو مدكن. يبقى النهارده مدكن بقى من ورايا. يعني الناس هقول محفظة مفيش حاجة. طب والله العظيم انا اللي اقنعته. والله منطق. والله اقنعته يعني ان هو يشيل محفظه. اخسر نقطه ولا انيش ان انا اخسر شكلي قدام صحيح. يعني سياده النقيب يبقى ماشي كده. هو قلتلك معايا برقتلك. صح. طب انا هسالك دلوقتي يا دكتور، قول لي ايه اكتر حشره روجي بتخاف منها؟ يلا اكتبه. انت عارف. اكتب. انت عارف. ما هو عارف ما تغشيش. انت عارف اشرف. اكتبي. كان عندنا مشكله معاها. اكتبي. عشان ما نخسرش نقطه. كان عندنا مشكله في البيت معاها. لا كده انت بتخمي. لا انا بس لا. هو كتب. لا حشره مش حيوان. يلا انتوا كده بتغشوا. حشره غير حيوان. ده مش لا يا هو واحد. لا 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 لا. لا هو واحد. مش هنعرف مين الحشره. لا انا اعرف. اسمع كلامي. ازاي؟ لا لا لا. مش دول جايين يتخانقوا عندنا بقى. دول جايين في بيتنا بقى يتخانقوا، احنا ننام بقى ويصفوا امورهم ونصحى. يلا. يلا واحد اتنين تلاتة نلف بقى نشوف. يلا. ايوه بقى برافو. هما الاتنين كسبوا على البر. حلوة قوي اللعبة دي. بس ممكن تطلقنا. والله. طب يلا بقى سؤالي لروجينا. مين اخر واحده كلمها دكتور اشرف في التليفون؟ يلا اكتب. إيه؟ اكتب يا روجي. إيه في؟ ما تبصش لبعض. ما تبصش. عارفه عارفه عارفه. ماشي. يلا خلاص. يلا. واحد اتنين تلاته. يلا يلا لف لف لف. للاسف قدامي. ده اللي قدامي. ده اللي قدامي. ده اللي قدامي والله. طب ينفع تسألي تاني؟ ممكن تسألي تاني؟ النقطة لأن روجينا مش عارفة مين اللي بيكلم جوزها في التليفون، مش عارفة أخته الفنانة الجميلة ماجدة زكي اللي هنسمع لها تحية. ولا مايا. بنتهم مايا القمر برضه اللي هنسمع لها تحية ونديها بوسة. اهي برضه من العيله. والله كان لازم تكسبينا. خلاص ما هم من العيله. روجينا عارفه لو حتى بره العيله ماشي. خلاص هديهم نص نقطه. ايه ده؟ انا عامل ايه؟ الناس هتفضحني بعد جد. انا بقطع. طيب. كل الضيوف اللي بيقولنا اسكت. مش هم العيله. خلاص نقطه روجينا. يلا بقى. صاحبتي صاحبتي. ده طيب السؤال دلوقتي ليك يا دكتور اشرف. قول لي مقاس جسم تروجي كام؟ يلا. لا بقى
اهو. لا بقى نكتب. ماشي كتب. يلا كتب. يلا نكتب بقى. انت بتنسخ 39 39 نقطه. عظمه. شفتي احنا متوافقين ازاي؟ ايوه ايوه انا مبسوط. يلا يا ماجي سؤالي لروجينا. دكتور اشرف اتخرج سنة كام؟ ايه؟ اتخرج سنة كام؟ اهو يلا. انتوا كنتوا بتحكوا دلوقتي؟ اكتبوا. لا اتخرج انا ما كنتش عرفته لما اتخرج. لا حرام عليك دي اسئلة صعبة. بقى. لا دي اسئلة صعبة. ده بيوترني على فكرة. والله ابدا. ده عايز يوترني. خلي بالك هي بص تتعصب كده بتوترني انا هو عايز يضرني. عايز يضرني. انا كنت اعرف هو اتخرج سنة كام؟ شفت شفت. ايماء انت مواليد سنة كام؟ مش دي القضية. مش جوزك. لا دلوقتي انت جوزك بيوترني انا. أنا مواليد كام؟ 84؟ لا 85 92. أيوه 92. خلاص نكتب كام سنة كام؟ يلا اكتبي يا روجي ما تبصلوش. طيب حاضر لسه أما أكتب أنا أهو. طب والله كتب. أيوه طب كويس أهو. إيه ده أصح ده هو قالها لها بالسين. يا لهوي دول بيضحكوا علينا وإحنا قاعدين يعني. إيه ده؟ هي ملعوبة. شوفوا هي ملعوبة. هو لا لا خالص خالص خالص. ما جوزك هو اللي بيوترني. بس هقول لك على حاجه. انا فعلا هديكوا نقطه بس عشان خاطر حتى لو بتبصلها بس تبقى ملعوبه. أيوة. وبرده يبقى في توافق في السين. ايوه برافو عليكم. عجبتك؟ عجبتني قوي. اللي جايه وسبعه من عشره بقى ليهم مساعده كبيره. طيب السؤال بقى ليك يا دكتور اشرف. قول لي روجينا اتغدت امبارح. يلا اكتبوا. امبارح كانت مسافره. معرفش انت اساسا شكلك مش فاكره اساسا. لا انت جيت شفت الاكل. خلاص بقى. لا انتوا بتقولوا كده. بتفكروا بعض. لا لا اكتبي يا روجينا. يلا عشان شكلكم هتاخدوا 10 من 10 ده احنا هنا الموضوع مكمل معانا. طب استني يا شيماء. اهو واحد اثنين. لا حاجه واحده. حاجه واحده. ما انا اكلت حاجتين يا شيماء. طب انا اكذب عليكي. ماشي ماشي. لو حاجه لو في حاجه صح تمام. طب خلاص ماشي اكتبي. خلاص كتبت. يلا واحد اثنين ثلاثه ورينا ورينا. لا ما تلفش الحقيقة مات. سلطة وهو كتب سوشي. أشرف أنت ما شفتنيش أنا أكلت إيه؟ هو أنت أساساً ما بتجيش البيت عشان تشوفني أنا باكل إيه؟ وأنا ما أنا كده بقى ما أنا كده بس ثواني بس ثواني. سلطة هي المشكلة سوشي. مش كتب... في إيه الأكلة دي بقى؟ المشكلة إن هي كاتبة سطلة. ده من بقي. يلا يا ماجي. طيب سؤالي لروجينا. يا جوزك ده هيوترني. خلي بالك اقسم بالله ده جاي عشان يوترني. واخده 8 من 10 فاضل لي سؤال ايه منه. لا وانت بتسمعي كلامي مش عارف. طب ما يوريني سؤال. اهدى طيب. وريني سؤال. الى بره ماشي. لو دكتور اشرف ما كانش ممثل ولا نقيب كان نفسه يبقى مقدم. كان نفسه يكون ايه؟ يشتغل ايه؟ يلا ما فيهاش توتر دي. يلا اكتبي. ايوه اللي انت كنت بتقولها دايما. لا ما فاكرها. ما تغشيش يا بنتي. اكتبي اكتبي من غير ما نوترك اهو. انت اللي بتوترينا اقسم بالله. اكتبي يا روجينا اللي بتقعد تقولها وتتريق وتهزر. انا كنت نفسي ابقى ايه ده. اكتبي. طيب مين ايه وراك ده ولا ايه؟ جايبين ايه؟ يلا واحد اتنين تلاتة. وراك وتسعة من عشرة. لا استني النقطة الأخيرة شكلكم هتاخدوها. ده محدش قفل اللعبة. شكلكم انتوا اللي هتعملوها. احنا متوافقين. السؤال الأخير. طيب قولي قولي السؤال الأخير وشكلهم. أشرف ركز يا أشرف. هياخدوا 10 من 10. يا رب يا رب. آخر سؤال ركز. مين اللي هيسأل أنت ولا هو؟ أنا. أنت أنت حبيبتي. ها إمتى آخر مرة روجينا راحت للكوفي؟ أوعى تغلط. يلا واحد اتنين تلاتة. يلا اشرف. ليه جوزي متضايق؟ عشان احنا متوافقين. ودول اول كابل معانا في البرنامج ياخدوا 10 من 10 في التوافق. والله احنا اول ناس. ايوه احنا عندنا في 3 من 10 وفي خراب. في ناس جت اتطلقت.